لا مش مصدق ان انا واحد مواطن عادي زي الناس، يدوبك بس متعين وزير في مدينة اطلانتس. المفروض ابقى انا الحاكم لمدينة اطلانتس. ازيك يا سيادة الاميرة؟ حضرتك انا كنت عايزك في كلمتين. عايز ايه؟ عايز ايه يا فريد؟ انا متأكدة ان غرضك مش كويس. طبعا هتكلمني على موضوع ان انا اطلع السطح واحارب كل سكان الارض واقضي عليهم، صح؟ لا، قلت لك اكتر من مرة احنا في البحار، احنا تحت في اعماق البحر مدينة اطلانتس، واحنا مبسوطين واحنا كده. كويس انك عارفة الطلب بتاعي. وكويس ان الرد جي منك بسرعة. يعني بالاخر كده طالما مخك تخين يا ولية انتي، انا اللي هاخد الحكم. ايه ده؟ انت طلعت خاين يا فريد؟ معقولة خلاص هتاخد الحكم مني وهتحبسني؟ مين قالك ان انا هحبسك؟ انت لازم تموتي. ايه ده؟ هتموتني؟ معقولة هتموتني؟ ايوه هتموتي. يلا يا حراس اهدوا عليها. بقيت انا حاكم مدينة اطلانتس. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه الست اللي واقعه في المايه دي؟ فوقي فوقي، قومي قومي. يا سلام، انا متاكده ان انت اللي هتحرر مدينه اطلانتس من اللي هي فيه دلوقتي، وانت اللي هتملك السبع بحار. ايه ده؟ البيت بيولع. اسمع كويس، انا قضيت على حراس اطلانتس اللي جايين يقبضوا عليا. عايز اقولك ان هما مش هيسيبوني في حالي، ولا هيسيبوني كمان. رب ابني حبيب قلبي، ابني اللي انا كنت نفسي اربيه وعيش معاه، وهعيش معاك انت كمان يا حبيبي. جوزي اللي احتواني اول ما انا كنت تايه وطلعت من البحر مش لاقي حد. ما تقلقش يا حبيبي، وعدي مني هاتولي بس اسلم عليه قبل ما انزل. يا حبيبي ابني ضنايا، انا عمري ما كنت اتخيل ان اخلف ابني فوق سطح الارض، بس بجد انا بحبه جدا. اهتم بيه وخد بالك منه. دلوقتي فعلا انا متأكد زي ما مامتك قالت ان انت هتقدر توحد مدينة اطلانتس مع سطح الارض من جديد. ايه بقى يا بابا، واحنا هنقعد ونعيد ونزيد في الكلام ده؟ قلت لك يا بابا خلاص، انا مش عايز ابقى حاكم مدينة اطلانتس، ولا عايز انزل احارب، وانا عارف ان انا قوي، بس انا برضو مش هنزل احارب. انهار ابيض، ده الراجل في سابع نومة. يا سلام عليك يا بابا وانت نايم، بتبقى بريء جدا بجد. يعني بقى حد يسيب الراجل الطيب ده وينزل يقعد تحت في مدينة اطلانتس؟ انت لو تعرف يا بابا انا بحبك قد ايه بصراحة، وعايز اقعد هنا جنبك علشان ادافع عنك، بس مش عشان انزل اقعد تحت في البحر يعني. ايه ده؟ هو في ايه؟ الزلزال ده؟ بابا، اوه، هو في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ هو ايه اللي حصل ده؟ يا نهار ابيض، المدينة كلها غرقت تحت المية. أنا مش مصدق. معقولة كل اللي أعرفهم هيموتوا؟ أكيد هيموتوا بسبب الغرق اللي تحت المية. إيه الحل دلوقتي؟ إيه العمل؟ مش عارف. أنا متأكد إن كل ده بسبب مدينة أطلانتس والقصر هناك. هم دول السبب إن أهلي وكل اللي أنا بحبهم يموتوا تحت المية غرقانين. مش هسيبكم أبداً. لازم انتقم منكم يا حكام مدينة اطلانتس. لازم انتقم من حاكم اطلانتس. اسمع يا عمر، تعال بسرعة معايا، ما ينفعش تروح القصر، المفروض انك تيجي معايا بسرعة دلوقتي. انت في مشكلة. مشكلة؟ مشكلة ايه؟ انت مش عارف المشكلة اللي واجهتني بسبب ان المدينة وقعت تحت المية.
انت شايف منظرها؟ اسمع بس، انا اعرف انك بتثق فيا، المفروض دلوقتي انك تيجي معايا. انت عايزني اجي معاك علشان تبعدني ان انا انتقم لبابا؟ انت شايف المدينة حصل فيها ايه؟ بابا مات، دون كمان صحابي ماتوا، انت متخيل؟ ما تقلقش، انا اهتم بامرهم، وانا كنت عارف ان ده اللي هيحصل، وكمان امنت لهم الخوز بتاعت الاكسجين عشان يعرفوا يتنفسوا. تعال بس معايا. ايه ده بجد؟ يعني انت عايز تقول ان هم عايشين؟ ايوه عايشين، بس تعال معايا بسرعه، الاحسن الملك لو شافك عايز اقولك انك هتموت وهيقضي على المدينه كلها وهي تحت الميه. حاضر، انا جاي معاك. شوف انت هتوديني فين. تعال بسرعه، لازم تيجي معايا بسرعه تحت، المكان هنا امن. تعال. حاضر، انا جاي وراك اهو. واو، ايه السفن دي؟ السفن دي مهجورة؟ ايوة، السفن دي من سطح الارض، انا واخدها كمكان سري. فهمني بقى، انت عايز ايه دلوقتي؟ اسمع يا عمر، انا عارف انك مش هتعرف تقضي على الحاكم فريد، لان فريد معاه جيش كبير قوي، ده غير قوته اصلا لوحدها مش محتاجة جيش اساسا، بس هو بيحب يأمن نفسه فجايب جيش كبير جدا، فانت مش هتعرف تقضي عليه. طب انا مستغرب، طب ما انت كده انت اللي معلمني، ده غير ان انت الوزير، يعني انت قوتك برضو شديدة جدا في مدينة اطلانتس. انا عارف ان انا اللي معلمك، بس انا عايز اقولك ان قوتي مش قوية زي حاكم فريد. حاكم فريد معاه قوة رهيبة جدا. طب وانت شايف الحل ايه الحل؟ طيب الحل انك انت لازم تبقى معاك الشوكة الذهبية. هي مش الشوكة الذهبية ديت انت كنت بتكلمني عنها وانا صغير لما كنت بتدربني، وكنت بتقول ان هي اسطورة. لا، انا عايز اقولك ان انا عرفت مكانها فين وعرفت الخريطة بتاعتها معايا اهي. ما هو انا برضو مش فاهم ليه انت برضو ما رحتش خدتها. طب ما انت ممكن تبقى انت معاك القوة بتاعت الشوكة. لان انا عايز اقولك ان الشوكة مش اي حد هيقدر يمسكها، لازم اللي يمسكها يكون قلبه ابيض وجدير. وانا ياما عملت مشاكل زمان وياما ظلمت ناس، بس بعد كده تبت. فانا عايز اقولك ان انا مش هينفع امسكها خالص، لان انا لو مسكتها انا ممكن اموت، واي حد شرير لو مسكها هيموت، لازم يكون قلبه ابيض وصافي. فهمت. وريني بقى الملفوفة دي دلوقتي كده. الحقني يا سيادة الحاكم، الحقني بسرعة، عايز اقولك ان في حراس لمحوا عمر في مدينة اطلانتس. ايه انت بتقول؟ ايه؟ معقولة جيب نفسه لحد عندي؟ انا قلت انه هيهرب لما مدينة بروك هيفن تغرق. لا، ده كمان جايب نفسه لحد مدينة اطلانتس. هاتوه احبسوه كمان. حاضر يا سيادة الحاكم. انت اللي دريت مدينة بروك هيفن، وانت سبب ان ماما تموت، وكمان سبب ان المدينة تغرق. اسمع يا عمر، انا عارف انك جاي هنا علشان تنتقم مني، لو كمان تاخد حكم مدينة اتلانتس. انسى، انا عايزك توريني نفسك وتواجهني راجل لراجل، وسيبك من الجيش بتاعك والحراس بتوعك. معقولة بيتحدى الحاكم مدينة اتلانتس اللي قضى على مامته؟ يا نهار ابيض يا ابني، انا يعتبر ملك السبع بحار، تقوم انت تفكر انك تواجهني؟ ايوه هواجهك، وكمان هقدر اهزمك. ما هو باين بالتيشيرت الاخضر المخضر اللي انت لابسه ده. بس خد بالك، الحق دايما هو اللي بيمشي ومش الشر اللي بيمشي. الحق اللي بيمشي، ثم تمشي اهو. اللي مقعدك عندنا. روح اقعد في بروك هيفن، وعلى الله اشوفك هنا تاني لحسن تموت. وكل تخطيطاتي ان انا انزل سطح الارض في البحار
اوعى توقف قدامي فيها، لحسن لو وقفت قدام خططي هتموت انت كمان زي مامتك، فاهم؟ ابدا، عايزك تعمل حسابك ان اي خطة هتعملها انا هقف في وشك، وانا بقولك واجهني. انت اللي جبته لنفسك، انا هواجهك. حضروا حلبة القتال. حضروا حلبة القتال. جاهز؟ جاهز للقتال؟ جاهز، جاهز طبعا، وجاهز كمان انه هكسر عظمك. ده في الاحلام او بالبلدي عندكم كده فوق سطح الارض عنده متتح. انا هوريكم متتح دي تبقى مين. خد. انت فاكر ان الضربة دي هتأثر فيا؟ ايه ده، ازاي ما تأثرتش يا ابني؟ انا حاكم اطلانتس مش حاكم شارع بيتكو. خد. ايه ده، انت هترموني في السجن؟ انت هترموني في السجن ولا ايه؟ اسكت، الحاكم هو اللي قالنا نحطك هنا في السجن، ما تتكلمش كتير وما تصرخش. ايه ده، انا بقى منظري وحش قوي، انا قلت ان انا هتحدى الحاكم وفي الاخر اتهزمت بضربة واحدة بس. ده فعلا الوزير كان عنده حق، قوته كانت رهيبة جدا. هو انت مين يا حبيبي؟ انت مين ومتضايق ليه كده؟ ايه ده، ايه صوت الست ده؟ في صوت ست جنبي. ايه ده، انت مين يا ست انت؟ انا يا حبيبي محبوسة ظلم، المفروض ان انا حاكمة اطلانتس اساسا، بس محبوسة ظلم هنا علشان الحاكم فريد هو اللي خد الحكم بتاعي. ايه، هو انت مين؟ انت مين بالظبط؟ عايزك تحكي لي عنك علشان انا مش مصدق الكلام ده، لان حاكمة اطلانتس اساسا ماتت من سنين. ايه ده، وانت مين اللي قالك ان حاكمة اطلانتس ماتت؟ محدش يعرف الكلام ده غير سكان سطح الارض. انت مين اللي قالك الحاجات دي؟ مين اللي قالك المعلومات دي؟ بابا هو اللي قال القصة دي، ان ماما هي حاكمة اطلانتس، واول ما انا اتولدت سابتني بعد كام شهر عشان كان في مشكلة تحت، فهو قال ان هي ماتت. ازاي انت بتدعي ان انت حاكمة اطلانتس؟ ايه ده، معقولة؟ معقولة يا حبيبي انت عمر؟ وانت عرفت اسمي منين اصلا؟ لان انا مامتك يا حبيبي، انا مامتك. عمري ما كنت اتصور ان انا اشوفك اساسا، ده غير ان انت كمان فعلا بتتنفس تحت المية، لا وبتتكلم عادي. معلشان انا اساسا نصي من سكان اطلانتس ونص التاني من سكان الارض، بس معقولة انت ماما؟ ايوة يا حبيبي انا ماما ولسه عايشة. انا عايز اقولك ان انا محبوسة هنا من ساعة ما نزلت من مدينة بروك هافن فوق في السطح. ايه ده، معقولة بعد السنين دي كلها يجي الوقت اني اشوف امي؟ اني من زمان وانا بتمنى ان انا اشوفك. بابا حكالي عنك كتير، زي ما انت كنت معداة وانت كنت نزل البحر، هو قال لي كتير قوي عنك، وقال لي انك كمان بتحبيني قوي، واللي كنت نفسك كمان برضو تربيني، لدرجة ان انا فقدت الامل انك تيجي زي ما هو قال، وانا قلت انك موت يا ماما. حتى بابا شاكك ان انت ميتة، بس برضو كل يوم على وعده. عايز اقولك ان هو كل يوم بيروح يقف عند الشط مستنيكي ترجعي، انت متخيلة؟ معلش يا حبيبي، سامحني سامحني بالله عليك، انا ما كنتش قصد اتخلى عنك، ولا كنت قصد ان اجرح قلبي بهواك. انا اسفة، انت بس لو انقذتنا هعوضك عن حنان الام كله يا حبيبي، وكمان هرجع اعيش تاني معاكوا فوق في السطح، بس انت تنقذنا بس يا عمر، انت الامل الوحيد بعد ربنا. انا عارفه انا بقولك ايه. حاضر يا ماما، حاضر، انا هنقذك وهعوضك عن العذاب اللي انت كنت فيه ده كله. حاضر حبيبي يا عمر، هو ده ابني، هات حضني يا حبيبي. ايه ده، بقى ده حضني يا ماما؟ بقى ده حضني ده؟ لا يا حبيبي معلش، الجهاز علق مش اكتر، هات حضني يا حبيبي. بس انا عندي سؤال يا ماما، انا هطلع من السجن ده ازاي؟ اسمع يا حبيبي، اول حاجة قبل ما نشوف انت هتطلع من السجن ده ازاي، انت طبعا الوزير كان مكلمك انك المفروض تاخد الشوكة علشان يبقى عندك القوة بتاعت حاكم السبع بحار. يا ماما فاهم، بس مش حاكم اطلانتس هو اللي عنده قوة السبع بحار؟ لا طبعا يا حبيبي،
عايز اقولك ان حاكم اتلانتس اصلا بيدعي ان هو حاكم السبع بحار، لكن هو ضعيف جدا. انت لو مسكت الشوكة زي ما انا بقولك هتبقى قوي جدا. حاضر يا ماما. هو انا كده كده اساسا الوزير قال على المكان اللي هتبقى فيه الشوكة الذهبية الاسطورية. هو كان بيدور كتير وكان بيبحث لحد ما عارف هي فين وقال لي، بس دلوقتي انا هطلع ازاي من المكان ده انا وانتي؟ شوف يا حبيبي، احنا عشان نطلع من المكان ده عايز اقولك ان انت جواك قوة كبيرة جدا، بس لو عرفت تطلعها يا عمر، لو عرفت تطلعها انت هتكسر الباب ده بقبضة واحدة بس. ايه ده؟ يعني انت متأكدة يا ماما ان انا اقدر اكسر الباب؟ يا حبيبي ايوة، انت جواك القوة بتاعت حكام اطلانتس اللي موروثة مني يا عمر، انت فاهم يا حبيبي؟ واو، استنى حاول كده يا ماما. يا ماما ده انا عمال احاول كتير جدا مش عارف اكسر الباب، صدقيني انا ضعيف مش قوي زي ما انت بتقولي اساسا. اسمع بس يا حبيبي، طلع الطاقة من جواك، طلع الطاقة اللي جواك كلها وركز، خلي الطاقة كلها تبقى في ايدك بس وانت بتضرب، واجمع قوتك في ايدك. حاضر يا ماما حاضر، وطالما انا امالكم الوحيد يبقى لازم فعلا لازم اكسر الباب. ايه ده يا ماما، انا مش مصدق نفسي انا نجحت. برافو عليك يا حبيبي، برافو عليك. يلا بينا بقى نهرب بسرعة، يلا بينا تعالى ورايا. واو يا ماما، معقولة المعبد فعلا جامد بالشكل ده وطلع حقيقة؟ ايوه يا حبيبي، وانا عارفة ان الاسطورة دي مش كدب، انا متأكدة انك هتلاقي الشوكة وهتتحول لقوة ملك السبع بحار. واو بجد انا مش مصدق، ايه المعبد الرهيب ده؟ يلا يا ماما يلا تعالي نشوف فين الشوكة. شوف يا حبيبي انا شايفة حاجة هناك اهي، تعالى 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 معايا بسرعة. حاضر يا ماما حاضر، انا جاي معاك اهو. دلوقتي انا هوريله مين هو اكوامان. انا بجد مش مصدقة الاسطورة اتحولت مع ابني، انا بجد فرحانة جدا، ابني بقى عنده قوة رهيبة. عمر اكوامان. يلا يا ماما علشان عندي مهمة انقاذ مدينة اطلانتس ومدينة بروك هيفن. انا مستغرب او كمان انك رجعت يا عمر. او دلوقتي بقى خليني اقولك اكوامان. ايوه رجعت، ده غير كده كمان معايا الشوكة الذهبية اللي هتقضي عليك يا فريد. انت فاكر ان انا حتة شوكة هتأثر عليا؟ انت دلوقتي بتحاربني على الحكم، يعني انا مش هسيبك ابدا، انت لو كسبت هتبقى السبب في فشل كل مخططاتي، فطبعا استحالة خليك تكسب. هو انت فاكر ان انا هحاربك عادي كده وخلاص؟ انا هحاربك بكل قوتي علشان اقضي عليك. خد كمان. انا مش مصدق نفسي، حلم بابا وكمان ماما اتحقق بعد سنين كتيرة قوي. دلوقتي بقيت انا حاكم مدينة اطلانتس وكمان حررت ماما وماما طلعت عايشة، ده غير ان كمان الوزير قال لي ان هو حمى اهل مدينة بروك هيفن. دلوقتي مهمتي ان انا هرجع مدينة بروك هيفن فوق تاني بقوة الشوكة الذهبية. يا لهوي، هي فين العربية؟ يا نهار ابيض، اصلا انت بتصرخ. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اكيد عمر خد العربية. عمر ده عامل لي مشاكل. ايه يا حبيبتي في ايه؟ الواد عمر خد العربية تاني، وانا عايزاها في مشوار دلوقتي. طب اعمل له ايه؟ قلت له كتير، وكل ما اقول له على حاجة يجي يقول لي انا حاكم مدينة اطلانتس، اديني العربية، لحد ما اديتها له بس ياخد بيها لفة. وانا قايله له ما ياخدش العربية، وحياة امه لوريه، انا هوريه لما يجي عامل لي فيها حاكم اطلانتس، انا حاكمة قبليه. ويه جامد جدا، تاني مرة نسوق العربية دي. انا على فكرة شكلي هقول لي بابا الدهاني كل يوم ناخد بيها لفة. ناخد بيها لفة ايه يا عمر؟ عايز اقولك ان انا حاسس ان هيحصل مشكلة ورا الموضوع ده تاني. انت عارف يا عمر، انا عايز اقولك بس على حاجة،
كنت عايز اقولك ان اول مرة اشوف حاكم تافه بالشكل ده. قال ايه انت حاكم مدينة اطلانتس؟ ده انت حاكم تافه. حاكم تافه حاكم تافه، هو انا على طول هفضل كده اهتم بامور الحكم في اطلانتس وكمان احارب الاشرار؟ انا تعبت، ولا انتوا ايه رايكم؟ انتوا لو مكاني حكام هتعملوا ايه؟ انا عايز الكل يعرفني وبس كده. ويكون فيديو النهارده خلص لحد هنا، يا ريت تقول لي رايك تحت في الكومنتات، ايه رايك في الفيلم؟ وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولو انت لسه ما عملتش لايك انزل يلا حالا حط لايك، ولو اول مره تشوفني ما تنساش الاشتراك بتاعك، وما تقلقش افلامنا كلها تعجبك، وسلام.